السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في الصحه الجيده وكذلك الحميمات ديالكم. اليوم 4 شهر 3 2021، عندي واحد الكتالوج هنايا لورقات العباس باش نقيد العبارات نتاع ان شاء الله غادي نديروا واحد اللوف او منزل يليق بالحمام. وعلى ذكر انه المنزل، شو سبحان الله العظيم، انه فاش عاوتاني رجعنا للفيديوهات تشجعنا عاوتاني على اننا نديرو مزيد من الحوايج بالنسبة على قبل الحميمات. وكذلك نهضرو ديريكت، مني ما كنتش ندير فيديوهات كنت معجز بزاف على الحمام صراحة، سيرتو في النظافة اغلبية ما كنتش مثالي، او انني ما كنتش ندير الوقت ماشي مثالي، ولكن نورمال طبيعة الحال الإنسان يبي يدير الحمام خصو يتهلا فيه وينتابع عليه وعلى الأقل النظافة اللي كنت نوصيكم بها. المهم دابا رجعنا عاوتاني، وهذا شرف ليا أنني تيخليني أنني نعطي العناية للحمام أحسن من كيف كنت. المهم خليكم معنا وخليكم مع الفيديوهات، وتنتمنى لكم كل خير وكل توفيق في الرويشات ديالكم، وتنتمنى لمراكش أنه الحميمات كل شيء يفرج، كل شيء ان شاء الله ما تحيدش من هذيك المتعه تاع هذيك الفراجات الحمام الفعل المراكشي اللي ديما في بالي، وديما تنقول انه خصو يتعرف، خصو يولي عالمي حمام الفعل المراكشي. وما بغيناش يطرى ليه كيما طرى مثلا الفوياجور الزاجل اللي الاصل ديالو طريق البحث لقيته بانه الاصل ديالو عراقي، ولكن حاليا ينتسب الى دول غربيه ودول مع احتراماتي لهم. غير هما بغيناش حنا نفس القضيه او نفس الامر يوقع الحمام الفعل. فوالا علاش مبدا نقول هادشي، علاش حيت حاجة مدة الحجر الصحي كاملة وفي نفس الوقت لي باج كاع داكشي كلشي تيهضر وتيربط واحد النوع الحمام بواحد النوع حمام اخر يشبه الحمام الفعل، ولكن راه ما كاينش شي حمام من غير حمام الفعل. كاين حمام الفعل واحد هو اللي كاين في مراكش اللي لازم علينا انه نطمحو كاملنا اننا نعرفو به عالميا، وحتر اكثر من ذلك اننا نعرفوا به هو انه من الناس يعترفوا به بانه ديال مراكش. بون فينا، خليونا مع الفيديو شو ندوزو العبارات، وخليو هذا الميساج في بالكم وعقلوا عليه مزيان، وقولوا واحد النهار واحد الانسان راه قالوا يا اما غادي تحقق من طرف اخر او من طرفي انا او من طرف انسان تسمعني حاليا. وتنتمنوا كل خير وخلينا في الموضوع. السلام عليكم. بيس. بالنسبة للوفت او منزل الحمام هذه يكون في هذا الاتجاه، هذا في هذه البلاصة هذه بالضبط انطلاقا من العبار ديالي هنايا، الطول في العرض والوجه ديالو او الباب ديالو هذه يكون عاطي لهذا الجهة، اي بمعنى منين تشرق الشمس من هذا الجهة اللوفت هذه يكون هنايا. فوالا ندوزو العبارات اخوتي، وهذا الشيء اللي كاين. غادي نحطو الكتيب، وعد نمشي لقاء هاي تبارك الله.
دازت الطياره باش تسمعوني مزيان. المهم لقينا في العرض 2 متر لاصقه، وفي الطول لقينا 4.5 4.5 باش ما كانت وافيه باش ما كانت مزيانه، 5 هكاك تقريبا فهمتيني. حتى هذيك 3 تزيد 20 نص ماشي مشكل. خوتي بالنسبه لك لهاد البلاصه هادي ان شاء الله غادي نديرو لها دراجه فهمتيني، نجربوها على كذا ولا شي دونك خصنا نعبرها. متر وتسعين دونك 2.40 2.40 على متر وتسعين 2.40 هنا على متر وتسعين ياك. وبالنسبة لهاد الود هذا راه خديته من عند الجيران، رجعتو للفيديوهات اللي كانوا قبل، وتنتمنى كاع الناس فهمتيني اللي مفرجين في الفيديوهات اللي كانوا قبل يمشيو يتفرجوا فيهم. راه الحالة دابا تاع هاد الوقيتة هادي تنقلبو على السوايع فهمتيني باش تطلع ديك 240 ألف في دقيقة اللي هي 4000 ساعة. فوالا رجع الفيديوهات اللي كانوا قبل، وراه غادي يبان لك بانه هذا كانت الطيحه ديال الجيران، وخديت الاذن من عندهم وقالوا لي هاني عدتو عليا ما كاين حتى مشكل، بقايا تما هاني حتى ما كاين حتى مشكل. جار على جار شحال قلنا باش ما نساوش الناس يدي شحال يلا شوف عقل شوف كاينه 2.40 على متر وتسعين فوالا 2.40 في الطول وهادي في العرض. نعاودوهم باش من نوش أقل هي هاديك دونك هي هاديك 2.90 على 2.40. وما تنساوش أخوتي بأنه راه ما درت والو بالنسبة للسطح، ما زدت حتى شي حاجة حتى من ناحية الحمام، راه مازال غادي تشوفوا بأنه راه ما كاين حتى شي حاجة تزاد، ترى الله شنبور واحد ولا آخر مات فهمتيني. راه حتى الوقت ما غاديش نبقاو نقولوا الوقت، ولكن كانوا شي ظروف اللي كانت يمنعوني انني نبقى مركز بزاف على الحمام. ولنا عودا معكم بيس، وديديكاس لكاع ولاد الناس اللي يطابوا بالكلاس، الدنيا صغيره واللي فيها ما دايم سال الهم والغم.